إذا رأيتم أن المحتوى هاتف وينتفع به الناس فالمرجو تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. علاش تحركنا احنا حتى 7 أكتوبر؟ ثم تبارك الله الجينيراسيون ديال التكنولوجي في التكنولوجي اللي زوين فيها وخيب هو أنها كتعطينا الأجوبة اللي ضراتك في راسك تمشي تقلب عليها التكنولوجي كتعطيك لي ريبونس. حنا اللي خصنا ماشي لي ريبونس، حنا خصنا لا ريبونس كيلفو، بمعنى قبل من لا ريبونس كيلفو خصك تطرح لا كيستيون كيلفو. حنا خصنا نبداو نبرمجو دماغنا اننا نبداو نطرحوا الاسئله التي ينبغي باش نقدر نوصل للجواب الذي ينبغي. وانتم خلاص توت لي زوبسيون ديال الميديسين راه قائمه على انه لو بغيتي دير دياغنوستيك كوريكت فو بوزي لي كيستيون كوريكت، سينو غتشد ليا فمي انولو ندير فيه شي حاجه ماهياش ونولو دراري صغار، وخصوصا انا راس مالي وفمي باوي كذب عليك. الصوت راه كان غيمشي هذه السيمانه هذه، لكن قلنا لابد اننا نحضروا مع الشباب. فخصا السؤال ديال هو علاش تحركنا في 7 اكتوبر 2023؟ علاش وقعت هذه الهبه؟ وعلاش خرجوا عباد الله للزنقه؟ وعلاش شنو اللي وقع؟ شنو هو اللي دار جديد؟ اللي دار جديد هو انه اول مره شفنا، وكاين فينا اللي اول مره غير سمع، اول مره شفنا ان هذوك الوليدات اللي كانوا عندهم 5 سنين واربع سنين وست سنين وثلاث سنين في 1987 في الانتفاضه الاولى ديال الاقصى، ومن ثم بدينا كنسميوهم حنا الجينيراسيون ديالنا كبرات معاهم الجينيراسيون ديال اطفال الحجاره. على اسمهم اطفال الحجاره حيت الحاجه الوحيده اللي كانت عندهم باش يقولوا لذاك الاحتلال بركه كانت هي انه يهزوا حجره ويضربوا بها. طيب غتهز بافيه وغادي تشرير على طنق مجنزره مصفحه محميه من جميع الجوانب، غتهز غادي تشير عليها بحجره، بالله عليك شناهو نوع الضرر اللي ممكن ديروا لها؟ ان شاغ بلاندي من اللي كيطلع فوق الطوموبيل تيفرتكها، انت غتشير عليه بحجره، اش دير لي؟ وقالوا بعض الناس هذا الكلام هذا. اما تفعل حجارتكم؟ انتم عتيد المخذلين اللي من عهد النبي عليه الصلاه والسلام ذكروا لنا القران انهم تيقولوا غر هؤلاء دينهم. هادو عجبهم الحال وتنفخوا، بلاتي هما تخلى ضربهم واحد واحد، بلاتي. كتشير بالحجر، هما غادي يوريوك. صار يتكلم بلسان العدو، معانا منا وما تقادوش وما غيتقادوش وغيبقاو الى قيام الساعه. الله عز وجل ما نزلش الصوره سميتها المنافقون بحيث غادا تدوز وغادا تسالي، بمعنى ان هذا ضرر وضر سيبقى في جسد الامه الى قيام الساعه. حنا خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معه. هذيك الحجاره صحيح ما كانش غادا دير شي تاثير في العدو، ديك الحجاره ما كانش كتحاول تاثر في العدو، ديك الحجاره كانت تؤثر في الذي يرسلها، كانت تقول له انت لست مخلوقا لتعيش في الذل، انت لست مخلوقا لتعيش في الهوان، بل انت لست مخلوقا لتعيش في الدنيا اصلا. اصل في المسلم انه عنده واحد النهار يعلم يقينا انه سيلقى الله عز وجل. ذاك اللقاء يقدر يكون اليوم، يقدر يكون غدا، يقدر يكون بعد غدا، يقدر يكون بعد 50 عام، يقدر يكون بعد 70 عام، يقدر يكون بعد 3 دقائق، يقدر يكون من بعد نفس. فهو كيقول مادام هاد القضيه هكا كاينه علاش نعيش انا في الدل؟ كيولي ولكن راه هذيك الحجاره راه ميزان القوى راه ما متوافقش. كيقول لك انا ما كيهمنيش ميزان القوى المادي ديالك، انا كيهمني انا واش غنعيش دليل ولا غنموت مع الرجال. هذا هو اللي كان عندهم هذاك الميزان. ومن ثم تأسست حركة المقاومة الإسلامية حماس على الشيخ أحمد ياسين الله يرحمه، وبدأ مراكز التربية والتزكية القرآنية، وبداو هذوك الوليدات اللي كانوا كيشيروا غير بالقرآن كانوا كيشيروا غير بالحجرة، بداو يشوفوا رؤوسهم أنهم دابا غيبداو يشيروا بالقرآن بمعاني القرآن، بداو كيشوفوا رؤوسهم أنهم راه عندهم القوة اللي أعطاها الله عز وجل سيدنا موسى. أوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، راه ماشي سيدنا موسى اللي قال هذه العصا هذه مادام تحولت ولات لفعة أجي نجربوا هذه اللقطة هذه تقدر تصدق مع البحر، وكلات الحنش تكحز لينا الماء. لا، هو اللي كان عند سيدنا موسى كان عنده يقين في الله عز وجل، كلا إن معي ربي سيهدين. كيفاش غيدير لها سيدي ربي ما عنديش فكرة، لكن سيدي ربي غير لقى لها تخريجة. وأجزم أنكم من طرف تل طرف كلكم عشتوا هذه الحالة هذه.
كانت عندكم واحد الوقيته تزيرات شي حاجه اللي ما يمكنش تفك وتفكات بيا ربي كلكم جربتوها. كاين شي امور راه تفكات تفكات بيا ربي وكاين شي امور فكها لك سيدي ربي وانت ما قلتيش ليه تا اللهم لك الحمد ولكن راه كانت مسدوده وتفكات وكتدور عند صاحبك كتقول لي ناري ترى تزقلنا منا ترى والله تا كنا غنمشيو ناري والله تا كنا غنمشيو فيها. هذيك كنا غنمشيو فيها سميتها تدخلت يد الله عز وجل لاخراجك من الازمه انت اللي ما قلتيش الحمد لله. اما راه كلكم عشتوها كلا ان معي ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذوك الوليدات من اللي كانوا تيقراو ديك المعاني ديال القران ما قراوهاش كي قريناها حنا كنقراوها نظريه وتنتخيلوا داك الشيء راه كيطرا غير مع سيدنا موسى وداك الشيء الاخر تيطرا غير مع النبي عليه الصلاه والسلام. اما حنا هادشي ما تيطراش معنا وكان الله عز وجل الذي خلق هؤلاء ليس هو الله الذي خلقنا او كان الله الذي دبر امورهم ما عاد يدبر امورنا الان. ان عند علاقه بالكلمه اللي بديت فيها قليل سوسيتي دو كونسوماسيون انه ولينا داخلين في كل ما هو مادي فظننا زورا وبهتانا وكذبا على انفسنا اننا حنا اللي تنتحكموا في حياتنا عندنا حنا الكونترول ديال حياتنا. ضرك راسك خذ دوليبران بديت تدير في كيدوز فيتامين سي دير هذه دير هذه خصك هاد اللعيبه كاين واحد لابليكاسيون بغيت تعيط دوز شارجي امون دوني ما بقيتيش واحد الوقيته تسرب الى قلوبنا اننا ما عدنا نحتاج الى الله. منهم من يصرح بهذا ومنهم من يضمره ومنهم من يعيش به دون ان يدري. فبدات هذيك التربيه القرانيه وبداو دوك الوليدات تيكبروا بداو دوك الوليدات تيشوفوا امور وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. كيبدا يشوف راسو انهم هما خمسه سته ديال الوليدات هازين الحجر تيضربوا في ذاك الطنق وكيشوفوا في الطنق تيتخلع وتيمشي شي حاجه غير منطقيه بميزان الماده. تيشوفوا واحد ثلاثه ولا اربعه ديال العساكريه ديال الصهاينه ضاربين جيلي باربال الكاسك نعماسي ديال الباكتاج ديالو كله هاز السلاح هاز الارماده معاه لداخل هاز معاه لي مونيسيون اون ريزيرف وحدهم اللي كيسمعوا الدراري كيقول لهم ودايزين وسط الزنقه في القدس كيقول لهم ديك الحبيبه لا 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 وكيبداو الناس كلهم كيغوتوا لا 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 ما تضربوهمش دابا ما تضربوهمش دابا والله هي فرعون. علما انه ما كاينش اللي غيدوي معاك الا هزيتي انت داك السلاح ديالك وضربتي ثلاثه اربعه قتلتيهم في ديك الزنقه وتقول لهم اللي بغى شي حاجه يهبط. غتقول لي القانون الدولي. ممكن دير ان سبيكتاكل هيموريستيك على شي حاجه سميتها القانون الدولي. اما لو دخلتي في لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دلوم هذه غدير فيها مسلسل ديال رمضان ديال الضحك ممتع والله العظيم يا عباد الله يبقاو شادين كرشهم غدير احسن مسلسل ديال الضحك تقدر دير فيه انت 50 حلقه حلقه على كل دروا تو لي زون نيس ايغو اون دروا هون تقدر دير وراه سيزون 2 النفاق العالمي دير عليه سيزون 2 سالي سيزون 1 دير سيزون 2 وكل ما نتفليكس ديالهم هي تادوبتي لك هي تبرودويزي لك الضحك. لا عباد الله يخافون من أطفال يحملون حجارة وهم متسلحون ومترسنون داخل مصفحاتهم ومدرعاتهم. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.